أهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الخليقة تجيب نشكر ربنا لكل اللي قدرنا ندرسه لغاية دلوقتي وإحنا بنقترب من نهاية الدراسات دي علشان كده بنرجو لو عندك أي أسئلة إنك تهتم بإنك وإنت بتتابع الحلقات أو بتراجعها مرة تانية على اليوتيوب إنك تعمل كومنتس او تبعت اسئله واحنا بنرحب بيها أه برحب بالضيف العزيز الدكتور ناجي اسكندر اهلا بيك دكتور ناجي اهلا يا دكتور فريد شكرا لكل اللي قدمته لنا وربنا يعطيك معونه فيما تبقى اهلا بالشباب الموجودين معانا اللي بيشاركونا باسئلتهم ودي بتعبر عن جزء بسيط من الاسئله الموجوده لكن لازال الباب مفتوح دكتور ناجي احنا هستكمل اللي كان الحلقة اللي فاتت مباشرة عن اه وجهة النظر التي ترفض ملايين السنين بتقول انه اللي انت عرضتها بتقول انه لو قبلناها فسترتب على ذلك مدار كثيرة، رأينا منها أن هناك تضارب وتعارض في المعاني الروحية والكتابية اللي بنجدها في كلمه الله وفي ترتيب الاحداث وفي ترتيب فأحنا الاحداث مختلفين تماما وفي تفسير الموت بالتاكيد اه انا آه. عايزين كمان آه يعني ناخد تاثيرها على الـ 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 الجانب الادبي الاخلاقي في حياه الانسان اذا كان لها تاثير طبعا عارف ان ليها تاثير طبعا ليها تاثير نعرفه انا عايز بعد اذن حضرتك الخص بس الافكار الموجوده آه، بسرعه لان احنا ناقشنا منها كتير فالجاب ثيوري احب ده يطلع على الشاشه من فضلكم الفجوه بنحط ملايين سنين بين عدد واحد واثنين الدي ايج ثيوري ان احنا بنمط اليوم ومش من حقنا نعمل كده سواء اللغه مش بتدينا وحتى لما نحط ملايين السنين ما بتتحلش الثيستيك ايفوليوشن اللي والله بيستخدم التطور عشان يخلق ده برضو مش بيمشي الحال لانه معنى كده ان الموت وسيله بيستخدمها الله وشفنا البيج بانج وعرفنا انها ما لا تتوافق مع ترتيب الاحداث في الكتاب المقدس تمام عايز الخص كل الاراء المختلفه عن ازاي نحشر ملايين السنين في السلايد اللي قدامنا هي بالانجليزي بس انا هقولها بالعربي عشان كلنا نبقى عارفينها برضو الجاب ثيوري اللي هي نظريه الفجوه في نظريه ثانيه نمبر دي ايج ثيوري uh, معناها ان احنا بنعمل اليوم كحقبه وبرده ده ما بيمشيش وبعدين في فكره تانية دي جاب دي يعمل اليوم يوم حقيقي 24 ساعه لان النص بي... بيعطينا هذا الحق وبعدين يقول لك نحط ملايين السنين بين الايام نعم وده برده ما بيمشيش لان معنى كده ان في موت قبل ادم بيقول لك في فريم ورك هايبوسيس ده مجرد فريم uh, ورك اطار عام الله بيديه لكن لا يعني ايام وصباح ومساء و... ولا يعني ذلك بالمرة ده مجرد إطار عام للخليقة لكن لا يعني أي شيء أكثر من كده في ناس تانية بتقول بروجريسيف كرييشن يعني الله بيخلق ويستنى شوية وبعدين يخلق ويستنى شوية وبعدين يخلق والثيستيك ايفوليوشن اللي هو إن الله بيستخدم التطور كوسيلة للخلق وإحنا قلنا إن ده مش ممكن يكون في شخص حديثا طلع بنظرية إن يقول آدم كرمز لإسرائيل الشعب اللي الله اختاره وان كل الهدف من الخليقه انه يعد آه الخليقه عشان تناسب ادم زي ما اعد الارض لاسرائيل طبعا يعني مش عارف مش عايز اعلق على كده بيقول لك انه ده كوزميك تمبل يعني ده الهيكل العالمي اللي الله عمله لكنه لا يعني ابدا اي تفصيلات فيه ودي كلها حاجات رمزيه في بيقول لك ايه اني نظرية تانية شوف لما بنبعد عن كلمة الرأي دكتور فريد بنطلع بحاجات مش هقول مضحكة أنا مش مش بقلل من قدر أي واحد فكر وحط نظرية لكن حاجات بعيدة عن الحق بعد غير عادي هقول لك الفكرة الأخيرة بيقول from animals with amnesia. يعني إحنا جينا من حيوانات بس نسينا تاريخنا كحيوانات فحصل لنا أمنيزيا سبات فقد ذاكرة فقد ذاكرة بالظبط، حضرتك سايكاتريست وتعرفنا الامنيزيا، فقدنا الذاكرة عن ذاكرتنا كحيوانات. الحقيقة يعني احنا بنبعد عن كلمة الله فبتتسبب مشاكل كثيرة قوي أنا عايز أنقلك لفكرة الفرق بين قضية الموت في الكتاب المقدس وقضية الموت في التاريخ البشري. مهم جدا ومختلف تماما بين نظرية النشوء الارتقاء وبين الإيمان المسيحي. فزي ما احنا شايفين في السلايد اللي قدامنا الله خلق, خلق الانسان ادم وحواء كاملين في اليوم السادس الله اعطاهم وصيه انهم لا ياكلوا من شجره معرفه الخير والشر لانه يوما تاكل منها موتا تموت. آه هم كسروا وصيه الرب والموت دخل الى العالم والموت ده عدو واخر عدو يبطل هو الموت. الموت دخل نتيجه الخطيه وعشان كده في المرض والالم والموت. الرب يسوع جاه وامات بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس. وبإيماننا بالرب يسوع بننتصر على الموت ولما هيجي الرب يسوع هيغير أجسادنا وده آخر عدو يبطل ده الفكر المسيحي ده الفكر الكتابي تعال بقى نشوف الفكر اللي بيقدموه في النشوء والارتقاء بملايين السنين بيقول لك أنه الموت ده معانا جزء من الحياة باستمرار كان في حياة وموت وحياة وموت والبقاء للأصلح هي دورة عمالة تلف 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 والبقاء للأصلح لحد ما وصل الانسان على القمه. شوف الفرق شاسع جدا بين الاثنين. طبعا ما نقدرش نجمعهم. ما ينفعش. فالتاريخ بيقول آه، تاريخ المليونز اوف يير ملايين السنين وتاريخ النشوء والارتقاء بيقول لنا ان الموت ده كان وسيله م -م. للخلق وللحياه وللابقى وللاصلح وطبعا في مشاكل ضخمه في هذا الموضوع. فبنشوف انه البدايات مختلفه اللي احنا عايشينه مختلف النهايات مختلفه. ده في قضيه الموت كوسيله للحياه. طبعا احنا بنفهم الموت والحفريات من خلال طوفان نوح وازاي اتكونت الحفريات في الوقت ده. فادي المنظرين للموت في فكر الله بنشوفه في الجزء السفلي من السلايد وفي فكر الانسان في الجزء العلوي. ادم في صوره كامله اخطا دخل خطية العالم ودخل الموت. الصوره اللي قدامنا فوق بتورينا ان الموت كان موجود عبر العالم كله تعال كده انت فهمتني دكتور ناجي احد مدار قبول نظريه التطور وهو اننا سنفسر الموت بطريقه مختلفه تماما بينما ما نؤمن به من كلمه الله ان الموت هو نتيجه مباشره لسقوط الانسان في الخطيه بالتاكيد وده شيء مهم قوي لان الرب يسوع جاء عشان يميت بالموت ذاك الذي له سلطان الموت طيب. ده سبب مجيء الرب يسوع عايز اوري حضرتك لقطه مع بروفيسور دوكن ريتشارد دوكن وده راجل مشهور قوي في بريطانيا وفي العالم كله الحقيقه وكتب كتب كتيره ضد الله واعتقد كتبه مترجمه بلغات كتيره قوي هوريك في الحوار ده المحاور بيسأله بيقول له إمتى ابتديت تشك في وجود الله وهيرجع ده لنظرية النشوء والارتقاء وبعدين بيقول إن الجماعة اللي بيؤمنوا بكلمة الله قدروا يفهموا الموضوع بصورة عميقة قدروا يعرفوا إنه مش ممكن تجمع النشوء والارتقاء مع كلمة الله لأنه بعد شوية ده هيهد كلمة الله ف... هو بيقول كده هو بيقول كده فأنا هخليك تتفرج على ال And was there a particular point that, or something that you read or an experience you had that sort of said, yeah, this is it, God doesn't exist? Oh, well, by far the most important, I suppose, was understanding evolution. Um, I think the evangelical Christians have really sort of got it right in a way in seeing uh, evolution as the enemy, um, whereas the more, what should we say, sophisticated theologians who are quite happy to live with evolution. I think they're deluded, and I think the, I think the evangelicals have got it right uh, in that there really is a deep incompatibility between evolution and Christianity, and I think I realized that at the age of about 16. Right. Uh, اللقطة دي رائعة جدا لأنه ده شخص مش بيؤمن بالله وبيبص على تفكيرنا المسيحي وبيقول لنا إنه لو حبيت تجمع بين الإيفوليوشن وكلمة الله فأنت عندك مشكلة ضخمة قوي وبيقول لك بقى السوفيستيكيتد ثيولوجيانز الناس اللي هم بيدرسوا في في علم اللاهوت والفلسفات وكده اللي حاولوا يجمعوا بينهم هم الاثنين الحقيقه هم ديليودد يعني مضللين مضللين تخيل احنا بنسمع دلوقتي وعظه من ريتشارد دوكن الملحد الملحد بيقول لنا لو جمعتوا بين الاثنين هيبقى عندكم مشكله تخيل قد ايه احنا بنقلل من من سلطان كلمه سلطان الله سلطان كلمه الله وبنجل الثمار بنجعل الاخر يرى انه مفيش انسجام في بالضبط مفيش توافق فعلشان كده احنا مش بس ضد نظريه موجوده وبتدرس لا. احنا الموضوع بيلمس امور هامه جدا في حياتنا كلمة. وكنت فاكر حضرتك في احد الحلقات ورينا لو ادم في تاريخنا فالله اللي بيعطي القوانين ونعيش حسب مقاييس الله تمام. لو القرد هو اللي في تاريخنا كل واحد يعمل اللي هو عايزه صحيح فهي ليها تاثير على فكرنا عن الموت والسايكل بتاعت الحياه وليها تاثير على تصرفاتنا وسلوكنا ومين هو المسؤول وهل احنا امام الله ولا قدام ان ما فيش حد بيملكنا؟ المبادئ الادبيه الاخلاقيه التي تحكم حياتنا وعلاقاتنا مع بعضنا البعض بالتأكيد ثم الابديه بتاعتنا والمعنى الح... كل شيء بالتأكيد كل شيء بالتأكيد شكرا دكتور ناجي شكرا, شكرا عزيزي المشاهد آه الفارق واضح زي ما سمعنا دلوقتي ونشكر الله انه بين ايدينا كلمه الله الكلمه الحيه الفعاله التي قال عنها الكتاب ان كل الكتاب من اول ايه فيه الى اخر ايه فيه هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر. بيستحضرني عبارة ذكرتها حنة أم صمويل بعد أن أعطاها الرب ابنها صمويل كنتيجة للصلاة استجاب صلاتها بعين أنشدت وهي بتنشد عن الله قالت عنه فهو إله عليم وقرأت أنه في الأصل العبري هو إله العلوم ذا God of Science ووجدت في ده معنى أنه من أراد العلم الصحيح المضمون الذي يقف على أرضية راسخة فمصدره هو اعلان الله واعلان الله بين ايدينا هنخرج لفاصل وبعد كده احنا هنرجع لاسئله الشباب ورجعنا مع أسئلة الشباب. ندى اتفضلي. آه، ازاي النبات اتخلق قبل الشمس والنجوم؟ والنبات عشان عشان يعيش لازم محتاج للشمس. ده سؤال جميل جدا. النباتات الرب خلقها في اليوم الثالث. وكان في نور قلنا في النور الكوني اللي الله خلقه في اليوم الأول. النباتات محتاجة تمثيل ضوئي. تمام؟ فالضوء ده كان يكفيها انها تشتغل عليه عشان يحصل التمثيل الضوئي. وخلي بالك انه النباتات الرب خلقها في اليوم الثالث وفي اليوم الرابع على طول جت الشمس، الرب خلق الشمس. تمام؟ فما فيش فتره زمنيه طويله علشان نحطها بين الاثنين. فاكره لما شرحنا موضوع ملايين السنين والناس اللي حطت ملايين السنين بين الايام؟ عندها مشكله ضخمه في ازاي النباتات تعيش لملايين السنين من غير الشمس. طبعا ممكن يقولوا لك من مصدر النور اللي كان موجود ويخلوا النور ده مستمر ملايين السنين شوفي لما بنغير كلمه الله الصادقه بنبتدي ندخل في مشاكل ونحط لها حلول من عندنا وتكون حلول مش مظبوطه سؤال جميل شكرا ليكي سامول اتفضل الفيديو حضرتك فرقتنا عليه هو مش بيؤيد الفكره المسيحيه عن عن الخليقه فانا مش قادر نعتبره كحاجه سبورتنج الفكر المسيحي لا طبعا أنا ما عرضتوش عشان هو يؤيد الفكر المسيحي أبدا طبعا مش ده الغرض منه الغرض منه كالآتي بوريك فكر واحد بيؤمن بالنشوء والارتقاء وبيقولوا له ازاي توفق ده مع الكتاب المقدس فقال الناس الإيفانجيليكال يعني الناس المؤمنين بكلمة الله الصادقة من غير أي تغيير جوتت رايت right يعني فهموها صح عرفوا إن الإيفوليوشن ده النشوء والارتقاء ضد ما يعلنه الله في كتابه تمام فأنا لما جبت لك ريتشارد دوكن اللي هو يمثل الفكر الملحد والفكر بتاع نشوء الارتقاء بيقول لك ما تقدرش تجمع بين الاثنين. ده الهدف. وهو كمل انه انه اللاهوتيين اللي آه. حاولوا يقبلوا النشوء الارتقاء ويؤمنوا بالكتاب قال انه عندهم مشكله كبيره. بالظبط واللي بيحصل انهم بيغيروا الكتاب مش بيغيروا فكر الايفوليوشن. شوف فكر شوف حضرتك فأنا مش قصدي أقول إن هو ده يؤكد صدق كلمة الله أبداً أنا بقول لك إني واحد مفكر ضد كلمة الله بيقول لك يا جماعة لو جمعتهم على بعض أنتوا غلطانين ها شكراً اتفضل هو داروين كان مسيحي إزاي ما اكتشفت ما اكتشفتش كده واللي كان ملحد اكتشف كده لا هو الحقيقة داروين ما كانش مسيحي داروين نشأ في أسرة مسيحية في منطقة أوكسفورد في في إنجلترا وبعدين عند سن حوالي 15 سنة بعتوه يدرس طب في إدنبرا أنا عايش في جلاسكو على فكرة 50 ميل بين المكانين راح للجامعة في إدنبرا عشان يدرس طب لكن لما راح هناك لقى ما كانش لسه التخدير اخترع الحياة وتقدم فشاف عملية بتتعمل فحس إنه ما يقدرش يتحمل إنه يستمر في مجال الطب فرجع تاني ووالده خلاه يدرس لاهوت لانه اللاهوت كان من احسن الوظائف او الوظائف المحترمه في انجلترا في الوقت ده انك تكون قسيس. بعد كده التحق بالبحريه وسافر مع بخره اسمها البيجل راح للجالابكس ايلاندز اللي هي موجوده في امريكا الجنوبيه وقعدت خمس سنين. في الرحله دي شاف تغيرات في الكائنات الحيه. وابتدى لما يشوف التغيرات دي منقار الفينشز دي ابتدى يقارن بين منقار الفنش والغذاء اللي موجود في المنطقه. فلقى ان الفينشز اللي عندها منقار مظبوط لنوع الغذاء هي اللي بتعيش. فقال لك ان الطبيعه بتختار فينا الصالح للحياه. وابتدى يعمل كتاب عن اصل الحيوانات وبعدين سنت اوف مان. فهو ما كانش مسيحي كمؤمن مسيحي. كان سمع عن المسيحيه وعرف عن المسيحيه لكن ما كانش عنده الإيمان الشخصي بالمسيح شكرا تفضل هو ربنا عمل النور الكوني اللي هو لما قال لي يكون نور فكان نور اه طب هو اختفى بعد ظهور الشمس اه احنا ما نعرفش ايه اللي حصل للنور الكوني ده حتى اني لما تبص على الويب سايتس بتاعه الملحدين بيقترحوا ان كان في نور قبل البيج بانج تمام فاحنا ما نعرفش كل حاجه لكن احنا نعرف ان في اليوم الاول الرب خلق نور وزي ما قلنا ان النور عباره عن فوتونز يعني بارتيكلز وعباره عن ويف عباره عن موجات الله خلق النور وبعدين في اليوم الرابع خلق الشمس والقمر وقال ده له حكم النهار وحكم الليل لكن ما نعرفش ايه اللي حصل لهذا النور الا الله خلقه في اليوم الاول عندي سؤال تاني اتفضل اه طب قبل ما لما ربنا عمله كان ايه مصدر النور ده ما احنا ما نعرفش ده ده هو الله خلق هذا النور واحنا ما نعرفش مصدره وقال الله ليكن نور فكان كان نور, بالضبط لكن ما نعرفش ايه مصدره وايه مواصفاته وزي ما بقول لك حتى الناس اللي بيؤمنوا بالبيج بانج بيقولوا انه كان في نور قبلها طبعا انا مش بعتمد على كلامهم انا بؤسس كلامي على كلمه الله الصادقه اللي بتوضح لنا ان الله قال ليكن نور فكان نور وبعدين وضح لنا الشمس والقمر في اليوم الرابع لحكم النهار وحكم الليل ولا اوقات وازمنه وسنين اتفضل هو النور قبل الشمس كان نور كمصدر ولكن ربنا صنع خلق النور ان هو الويفز نفسها بقت لما يكون في نور تطلع منه ويفز لا ما هو تعريف النور ان هو ويفز وبارتيكل زي ما قلت لك فلازم يكون لما ربنا يخلقه يتواجد العاملين دول ايه المصدر بتاعه بقى احنا ما نعرفش ولان الكتاب المقدس ما قالناش انا ما عنديش استعداد اني احط راي شخصي ودي الخطوره اللي بتحصل اتفضل يعني هو ممكن يكون في مصدر تاني غير الشمس في الارض ما احنا لا ما احنا قلنا انه في اليوم الاول مصدر النور احنا ما نعرفش مصدره كان شكله ايه من اليوم الرابع الشمس والقمر هم اللي بيحددوا النور عايز اقول لك مثال بسيط لما نخلص التسجيل في الاستوديو هنا وهتطلع بالليل هتبص تلاقي فيه نجوم النجوم بعتها لك نور مش كده برغم ان الشمس غابت ففي مصدر للنور في نجوم تانية بعيدة بس نجوم اتخلقت في اليوم الرابع آه لا المثال بتاعي مش عشان أقول لك هي ترتيبها فين المثال بتاعي أني أقول لك في غياب الشمس هناك مصدر للنور ده كل اللي عايز أوصفه لك من المثال بتاعي لكن في ترتيب الأحداث النور الكوني ده اللي الله خلقه في اليوم الأول ده كان نور أنا ما أعرفش عنه كتير كل اللي أعرف عنه أن الله قال ليكن نور فكان نور تمام؟ المثال اللي ضربته بس عشان اوضح لك ان ممكن يكون في نور من غير ما الشمس تكون طالعه بس، لكن لا علاقه له بترتيب الاحداث انا شرحته بالتفصيل قبل كده. شكرا ليك. اتفضل دلوقتي حضرتك اهم النظريات العلميه بتدل على طول بتحاول اللي تبين ان ربنا مش موجود. هو في في نظريه تدل ان ربنا موجود في حجم البيج بانج سيري لا هو ما فيش نظريه في حق كتابي خد بالك الله موجود لان الله ما يحتاجش يثبت نفسه فالكتاب المقدس ما بيبداش يقول لك اسباب وجود الله ويثبتها الكتاب المقدس بيقول في البدء خلق الله السماوات والارض فالله لا تحتاج انك تثبته تمام الله موجود الله روح الله شخص يكون لي معاك علاقه انا كنت في في استراليا وفي سؤال اتسال لي هل الله قوه لا الله اكثر من قوه الله شخص الله مش زي القوه الكهربائيه او القوه جنريتور الله شخص ممكن يكون لي ليه علاقه معاه ويكون لي في قداسته يقبلني كانسان خاطئ امنت بالرب يسوع المخلص فالله شخص وما نحتاجش نسبته شكرا ولما اعلن عن نفسه يا مارك ما قالناش هحاول افهمكم انا مين لكن اول ايه في الكتاب في البدء خلق الله السماوات والارض اول ايه معناها انا موجود بالظبط كده وعلي ان انحني واقول نعم انت الله واقبل وجودك بالظبط وفي ايه في اشعياء بتقول بمن تشبهونني فاساويه يقول الرب فيش مثل عندكم زيي وما تقدروش تفهموني يعني انا لما اقول لك كوره انا عندي تركيبه للكوره في مخي لما اقول لك بيت عندي شكل البيت في مخي لما اقول لك الله ما عنديش موديل لله في مخي عشان افهمه لازم افهمه زي ما الدكتور فريد قال لنا باعلان الله ليا في الكلمه المقدسه والكلمه الذي صار جسدا اتفضل هي مشكله الحاجات اللي احنا البيج بانج دي كل الناس بتدرسها طبعا كل الناس بتشوف ممكن تبقى نسبه للالحاد كبيره تمام ساعد عن الالحاد يعني اه هي النشوء والتطور والبيج بانج ده اللي بتدرسوه في كتبكم وزي ما بقول وبكرر في الامتحانات تكتب يقول علماء النشوء والارتقاء وتوصف لهم اللي مكتوب في كتابك لكن عايز انت يكون عندك القدرة على الفهم والادراك والتحليل الكريتيك انك تقدر تبص على حاجة وتقول دي مش راكبة قوي كده فالبيج بانج ليها ليها المشاكل العلمية المرتبطة بيها السنجولاريتي وحاجات تانية في الاكسبانشن وحاجات تانية في الميكروويف راديشن ليها مشاكل كتيرة تمام غالبا في دراستكم انا ما اعرفش غالبا مش بتتعرضوا للمشاكل بتاعه البيج بانج لكن زي ما قلت كده في حلقات سابقه لما بكلم واحد استروفيزيست مسؤول يعني فاهم في الكلام ده جامد البديل قال لي هنؤمن بالخليقه ده اسمه كلام فدي المشكله فانت في ايمانك الشخصي تؤمن بكلمه الله في امتحاناتك تشوف اللي مكتوب في الكتاب وتقول لهم يقول علماء النشوء والارتقاء وهم يقولوا لهم عايزينه شكرا لك أه أعتقد أنه وقتنا تقريبا بيخلص فالحلقة اللي جاية ممكن نكمل الأسئلة نكمل أسئلة مش كده؟ شكرا طبعا آه شكرا دكتور ناجي في كلمات جميلة كل قارئ للكتاب ولسفر المزامير بيحبها أنا عايز نقراها من المزمور التاسع عشر هذا المزمور لداود وداود الراعي البسيط تطلع إلى خليقة الله وكتب هذه الكلمات السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما وكأنه عايز يقول اللي عايز يعرف عن الله اهو ده يوم ورا يوم بيقول كلام مع اليوم ما بيتكلمش لكن عايز يقول الله بيعلن عن نفسه في دوران الكره الارضيه حوالين نفسها علشان نلاقي النهار والليل وهكذا يوم الى يوم يذيع كلاما وليل الى ليل يبدي علما لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم في كل الارض خرج منطقهم في منطق في العمل الله والى اقصى المسكونه كلماتهم جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس الخارج من حجلته، طبعا ده كلام شعري يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق من اقصى السماوات خروجها ومدارها الى اقاصيها ولا شيء يختفي من حرها. عايز عايز اقول تعليق بسيط يا آه دكتور تفضل. فريد لان بعض الناس بتاخد الحكايه دي وتقول لك الشمس من اقصاها الى اقصاها الواقع ان الارض هي اللي بتلف. تمام الإجابة على دي بسيطة جدا هو المرنم بيبص للشمس من موقفه هو على الأرض فبيشوفها بتشرق وبتغرب نعم. زي لما تكون راكب هليكوبتر وتبص على أعلى مبنى في, في, في مصر مثلا أو في برج العرب في دبي ده مبنى عالي قوي هتشوفه صغير جدا لأنك باصص من فوق عليه لتحت نعم. لكن لو أنت تحت برج العرب في دبي وواقف هتلاقيه مبنى كبير قوي المبنى ما تغيرش هي وجهه النظر اللي ببص بيها على المبنى اللي اتغيرت لان انا سمعت هذا السؤال يا دكتور فريد من شخص بيقول لي ازاي الكتاب المقدس يقول الشمس بتشرق وبتغرب كان الشمس هي اللي بتلف مش الارض لا ده الزاويه اللي انا ببص بيها هي زاويه الارض للسماء مش السماء للارض نعم بالاضافه انت قلت لنا وكلنا عارفين انه الشعر ليس تأريخ وليس وصف علمي بالزبط. لكنه بيتأمل فبيقدم عبارات شعر فيها وصف يعبر فيها عن إعجابه بهذه العظمه وهذا الإبداع بالتأكيد م. عزيزي المشاهد أدعوك مره أخرى أنك تقرأ في كلمة الله الغالية الثمينة التي هي أثمن شيء لدينا أدعوك إلى ان كنت لم تقبل بعد المسيح مخلص اقبله بالايمان وتمتع بحياه جديده اختبر غفران خطاياك عند قبول المسيح تسقط قشور من عيني كل انسان لم يعرفه واذ به يرى الامور جليه ويبدا حياه مباركه مع الرب لها معنى فلقد قال المسيح انا اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل تكون لهم الحياة بغنى، أستودعك لنعمة الله حتى ألتقي بك في حلقة مقبلة والرب معك